وهنا الديستال رو بنلاقي عبارة عن عظام، فبيسموها بالأرقام يعني، فيبقى في عندي فيرست كاربال بون، السكند كاربال بون، الثيرد كاربال بون، وهكذا. طبعا هم أربع عظام، ولكن بنقول الفيرست غالبا بتبقى أبسنت. الفيرست كاربال بون ممكن تبقى إيه؟ أبسنت. هنا موجود أهو، أدي الصف اللي تحت الكبيرة قوي دي بتبقى الثيرد كاربال بون. إحنا طبعا بنعد من فروم وذين اوتورد، يعني بعد من الداخل الى الخارج، يعني هنا دي السكند كاربال بون اللي هي تبقى تحت الراديال كاربال بون، وبعدين في الثيرد كاربال بون، وفي الفورث كاربال بون. الفيرست ممكن تبقى موجوده وممكن ما تبقاش موجوده. لو موجوده هتبقى موجوده فين؟ تبقى موجوده ميديال ولا لاترال؟ لا، لازم تبقى موجوده ناحيه الميديال، لان انا بعد من جوه لبره. وطبعا لو ما بتبقى موجوده، ساعات في بعض الناس بتلخبط وتفتكر ان في الاكس راي يفتكروا ان دي حته عظمه مكسوره وجايه زياده في الايه، في الاشعه. لا، ده بتبقى دي عباره عن الفيرست كاربال بون. ده بالنسبة لعظام الكربس. طبعا زي ما قلنا عظام الكربس بتشارك في تكوين مفصل مهم قوي في الإنسان وفي الحيوان، اللي هو مفصل الرسغ أو الكربل جوينت، اللي هو بنقول عليه في الحصان مفصل الني جوينت، الني جوينت أو مفصل الركبة الأمامية في الفصيلة الخيلية. العظمة اللي بعد كده عندنا هي عظام الميتاكربس. بعد عظم الكاربس هتيجي عظمة الميتاكاربس. لو حبينا نبص عليها في الاسكيلتون، خلاص احنا خلصنا هنا وما زلنا بنتحدث في العظام المكونة لمنطقة المينس. فقلنا اولهم كان الكاربال بونز السبعة او ثمانية لو الفيرست موجودة. بعد كده تأتي الايه؟ الميتاكاربس. الميتاكاربس في الحقيقة اللي هي عندنا احنا عظام الايه؟ اليد هنا دي. في عندي خمسة ميتاكاربال بونز، الحصان عنده ثلاثة ميتاكاربال بونز، ولكن واحدة فقط هي اللي كبيرة. دي اللي بنسميها عظمة المدفع أو الكانون بون، اللي هي تمثل الثيرد ميتاكاربال بون. ومعاها من الخلف هنلاقي فيها عظمتين تانيين صغيرين اللي هم السكند والفورث ميتاكاربال بون. طيب مين فيهم السكند ومين فيهم الفورث؟ قال لي برضو نفس الكلام، بعد من الداخل إلى الخارج. ناحية الأكسسوري دي تبقى ناحية رقم أربعة، وهنا دي تبقى رقم اثنين، وبأي حال من الأحوال الكبيرة هي رقم ثلاثة. فهنا دي السكند ميتاكاربال، ودي الثيرد ميتاكاربال، والصغيره اللي على الخارج دي الفورث ميتاكاربال. طبعا لو حبينا نشوفهم هنا زي ما قلنا الكبيره اللي هي الثيرد ميتاكاربال دي لونج بون، ليها بروكسيمال اكستريميتي ولها ديستال اكستريميتي، ولها سطحين، سطح امامي املس وكونفكس، ولها سطح خلفي. السطح الخلفي بقى فيه عليه منطقتين تو راف ارياز عشان يمسك فيهم مين؟ يمسك فيهم السمول متكاربال بونز. قلنا العظمه الكبيره اللي هي الثيرد متكاربال بون لها اسم دارج عند الناس وفي الجراحه بيسموها الكانون بون او عظمه المدفع، ودي من العظام القويه. والعظمتين الصغيرين اللي هم السكند والفورث بيسموهم السبلنت بونز. السبلنت بونز دول اللي هم السكند والفورث متكاربال بونز. زي ما قلنا طيب ايه الفيتشرز الاناتوميكال فيتشرز اللي موجوده عندي في هذه العظمه؟ بنقول ان انا عندي البروكسيمال اكستريميتي، بلاقي في عندي نتوء كبير قوي بسميه ميتاكاربال تيوبروستي، بيحمل اسم العظمه بسميه ميتاكاربال تيوبروستي. وبلاقي السطح العلوي بيبقى انديوليتنج. يعني ايه انديوليتنج؟ يعني غير منتظم، لان بيمسك او بيتمفصل مع العظام بتاعه الصف السفلي من عظام الايه؟ الكاربس. يتمفصل مع الصف الايه؟ السفلي من عظام الكربس، بيتمفصل مع الميتاكربس. بيتميز هذا السطح ايضا بجزء مهم قوي، بلاقي فيه اوبليك فاسيت، في جزء كده تحس ان هو بيفلد كانه مشطوف، واقع كده. ده بيبقى على ناحيه اللاترال. ده الجزء ده بيبقى مميز قوي للارتيكولار سيرفيس في الميتاكربس. وزي ما احنا شايفين ان هي كلها بتبقى تقريبا كونتينوس، ما فيش فيها اي نون ارتيكولار اريا، عشان بعد كده هنقدر نفرقها من عظمه الميتاتارسس. هنا كل السطح كله سموث، وفي الجزء اللي هو الاوبليك فاسيت اللي هي موجوده دي وبتبقى ناحيه اللاترال. طالما دي ناحيه الجزء اللي واقع ده ناحيه اللاترال، يبقى هنا عندي دي هتبقى عباره عن الفورث ميتاكاربال بون، هتبقى دي رقم ايه؟ اربعه. والثانيه هتبقى دي السكند ميتاكاربال بون، والكبيره دي باي حال من الاحوال هي لابد ان هي تبقى رقم ايه؟ ثلاثه. هنا ما بين السبلنت بونز اثنين واربعه بلاقي فيه جروف بسميه ميتاكاربال جروف. ميتاكاربال جروف بيجي فيه رباط اللي هو السسبنسوري ليجامنت او بيسموه الانتر اوسس ميدياس ماسل، بتبقى موجوده بايته هنا في المنطقه دي. وطبعا في عندي هنا الثقب الغازي اللي هو قلنا عليه النيوترنت فوريمن، ده بيدخل منه الشريان اللي هيغذي عظمه الايه؟ الميتاكاربس. ومكانه دايما بيبقى ملاصق ليه او اقرب جهه الايه؟ الميديال. يعني هنا
لو انا عايز اعرف نين السكند ونين الفورث اشوف النيوترينت فريم، لو لقيته قريب من واحده منهم هعرف ان دي على طول هي دي السكند ميتاكاربال ايه بون. في جزء مهم قوي برضو في الميتاكاربال بونز اللي هو ان كل سبلنت بون من دول بتنتهي بنوديول، تنتهي بجزء كده نوديول which can be palpated in the living animal. يعني لو انا عندي حيوان صاحي وجيت على منطقه الميتاكاربس او الكانون بون دي ومن الخلف كده بصيت اقدر احس ان النوديول دي تبقى واضحه كلير قوي بالنسبه لي في الحيوان الحي. ده بالنسبه للميتاكاربال بون. الديستال اكستريميتي في الميتاكاربس طبعا بلاقي هو فقط عباره عن ايه ديستال اكستريميتي بتاع الثيرد ميتاكاربال بون، وزي ما احنا شايفين هو عباره عن تو كوندايلز وما بينهم ايه ساجيتال ريدج، تو كوندايلز ما بينهم ساجيتال ريدج، ومن على الجناب هنا بلاقي فيه تو ديبريشنز انخفاضين عشان يجي يركب فيهم الايه الاربطه بتاعه مفصل الفيتلوك جوينت. مفصل الفيتلوك جوينت في هنا الكولاترال ليجامنت هتيجي هتتمسمر هنا تركب هنا وهنا الايه الاربطه الجانبيه او الكولاترال ليجامنت بتاع الفيتلوك جوينت. دي بالنسبه لعظمه الميتاكاربس. لو عايز اعرف العظمه برده شمال او يمين قلنا ببساطه قوي انا فين اتجاه العظمه، فين ناحيه الكرينيال، الناحيه اللي هي الكلير اللي هي الكونفكس النظيفه قوي دي اللي بتبقى دايما قدام، والناحيه اللي فيها السبلنت بونز دي ناحيه الخلف. طيب يبقى اتوقع عندي انا عرفت خلاص الحيوان اتجاه وشه فين اتجاهه كده. طيب فين بقى الميديال واللاترال؟ ابص على الاوبليك فاسيت الجزء اللي واقع ده بيبقى على ناحيه اللاترال. يبقى الحيوان وشه كده ودي ناحيه اللاترال هتبقى ديت العظمه بتاعه القائمه الشمال او اليسرى. بعد ما اتكلمنا عن عظام الميتاكاربس بلاقي ان اول عظمه بعد كده في عظام الديجيت ادي هنا الميتاكاربس اهي. بعد كده اول عظمه احنا قلنا الديجيت عباره عن ثلاث عظام اساسيه وهي الفيرست فالانكس والسكند فالانكس والثيرد فالانكس. طيب احنا في الحيوان ما بنشوفش الحاجات دي ازاي؟ لا احنا في الحيوان بنشوف الحافر والعظام دي بتبقى كلها معظمها ايه مختفي بالاوتار وبالجلد. لو مسكنا العظمه الاولانيه اللي هي الفيرست فالانكس دي تعتبر لونج بون لها سطح امامي دورسال سيرفيس ولها سطح خلفي بالمر سيرفيس او بلانتر سيرفيس اذا كانت في القائمه الخلفيه. البروكسيمال اكستريميتي وديستال اكستريميتي، البروكسيمال اكستريميتي عباره عن تو جلينويد كافيتيز ما بينهم جروف عشان يدخل في الايه النهايه بتاعت الميتاكاربس بالمنظر ده، يعني الريدج هنا تيجي تركب هنا. من الامام الدورسال سيرفيس بيبقى سموث، ولكن من الخلف بلاقي في عندي رف تريانجولار اريا. السبب فيها ان في تو ريدجز هنا بيبقوا رف وبيمسك فيهم اربطه او ليجامنتس بتاعه الايه السيساموديان ليجامنتس. احنا عارفين التندون ده بيبقى بتاع عضله انما الليجامنت من بون لبون. الديستال اند بيبقى عباره عن تو كوندايلز وما بينهم جروف عشان يتمفصلوا مع السكند فالكس. طبعا من الجناب هنا سواء في البروكسيمال او في الديستال بيبقى في اماكن للاربطه الجانبيه سواء لمفصل الفيتلوك او للمفصل التالي اللي هو الفاسترن، هنا دايما بيبقى في اماكن للايه للاربطه الجانبيه. السكند فالانكس دي شورت بون زي ما احنا شايفين كيوب لايك عامله زي المكعب وليها اربع اسطح سطح علوي وامامي وخلفي وسفلي. بتتمفصل مع بي 1 دي بي 1 او فيرست فالانكس وهنا بي 2 او سكند فالانكس ومن الخلف بيبقى في عندي هنا الايه ثيرد فالانكس بالمنظر ده كده. ومعاهم بتبقى في عظمه هنتكلم عنها اللي هي النافيكولار بون. النافيكولار بون دي احد العظام اللي هي الايه السيساموييد بونز بتبقى موجوده عندي. انا عندي في كل قائمه في عندي ثلاث عظام سيساموييد، يعني كل الحصان زي ما قلنا عنده صابع واحد في كل صابع ثلاث عظمات سيساموييد. العظمتين الاولانيين بيبقوا مكانهم هنا ما بين الميتاكاربس وما بين الايه بي 1 بيبقوا موجودين في المنطقه دي كده، بتبقى كل واحده منهم شكل الهرم او بيراميدال شيب. يمكن لو
الكاميرا جابتهم هنا في المنطقه دي، في عندي هنا دول البروكسيمال سيسامويدز، وهم دول على فكره اللي بيبقوا السبب في ان بلاقي المفصل ده بيسموه مفصل الرمانه في الحصان، تلاقي فيه حته كده مكوره شويه كده تحت في القدم، دي بنسميها مفصل الفيتلوك جوينت. السبب في الانتفاخ بتاعه ده وجود عظمتين اللي هم البيراميدال انشيب اللي بنسميهم الايه البروكسيمال سيسامويد بونز. انما تحت عند الثيرد فالانكس او ما بين السكند والثيرد بلاقي فيه عظمه ثالثه ثيرد سيسامويد بون اهي، بتبقى بالمنظر ده كده، دي اللي هي الديستال سيسامويد بتبقى او النافيكولار بون، دي عظمه من العظام السيسامويد بونز. الفايده بتاعتها طبعا بتعدي عليها الاوتار الديب ديجيتال فليكسور تندون وبيتحرك عليها، وساعات بتتكسر وبتعمل امراض كتير قوي في الخيل بتعرف باسم النافيكولار ديزيز. العظمه اللي حضراتكم شايفينها دي يعني ليها طبعا سطحين وليها اتنين بوردر، وبتبقى هايلي سبلايد بالايه بالاوعيه الدمويه، ولكن بتتسبب لنا في مشاكل في الفصيله الخيليه. واحنا عارفين ان الخيل عباره عن فوت، يعني في كتاب اسمه نو هورس نو فوت نو هورس، مفيش قدم يبقى مفيش حصان. فده لو بصينا على الشاشه ده لقطه للسطح الامامي للفيرست فالانكس، ودي الوجه الخلفي او البالمر سيرفيس او البلانتر سيرفيس للسكند فالانكس، وهنا دي للفيرست فالانكس سوري اهو. ودول زي ما قلنا التو ريدجز اللي بيمسك فيهم السيسموديان ليجامنتس، دي بي 2 منظر دورسال فيو وبالمر او بلانتر فيو. هنا عايزين نشوف الديستال فالانكس او الثيرد فالانكس. العظمه الثيرد فالانكس دي بتبقى في الحقيقه في الحيوان جوه الحافر، يعني هنا طبعا ده حافر بتاع حصان، ليه مش عايزه تدخل رغم ان دي بتاعت نفس الحيوان؟ إن طبعا لما بنسيبها في الجو بيحصل لها دراينس وبتكش، فصعب ان احنا ندخلها تاني في المكان بتاعها، انما هي اوريدي بتبقى موجوده هنا، بتبقى موجوده دي بالكامل، وبالتالي بيعتبروا ده كانه تابوت بالنسبه لهذه العظمه، فبيطلق عليها بي 3 اللي هي الثيرد فالانكس او الكافين بون، العظم التابوتي. والمفصل اللي بينها وبيبقى بين السكند فالانكس، المفصل اللي هنا ده ما بينها وما بين السكند فالانكس ومعاهم النافيكولار بون، يسموه برضو الايه الكافن جوينت او المفصل التابوتي، وكلهم بيبقوا موجودين داخل الايه الحافر. في الحقيقه الثيرد فالانكس او بي 3 من العظام اللي هي اللي بنقول عليها يعني لا اكثر من سطح ولا اكثر من بوردر ولا اكثر من فيتشر، ويهمنا ان احنا نعرف التفصيل بتاعتها شويه. فبلاقي هنا في سطح ملامس لجدار الايه الحافر اهو، ده بسميه الدورسال سيرفيس او البارايتال سيرفيس، دورسال سيرفيس او البارايتال سيرفيس، السطح الجداري. وهذا السطح الجداري هنتكلم عنه، والسطح الثاني اللي هو بسميه ارتيكولار سيرفيس اهو، ده اللي يتمفصل مع بي 2 والسطح ومع السيسامويد طبعا. الديستال سيرفيس بقى اللي هو السطح السفلي خالص ده بسميه السولار سيرفيس او السطح النعلي، لان ده اللي بقى على النعله هيبقى على الارض، السطح النعلي او السولار سيرفيس. نمسك السطح الامامي او الدورسال سيرفيس او البارايتال سيرفيس الجداري، هلاقي ان هو في اماكن كتير في ثقوب كتيره قوي بتاعه الاوعيه الدمويه، وبلاقي عليه جروف او ميزاب بسميه بارايتال جروف، والبارايتال جروف بينتهي لي هنا في منطقه بلاقي فيه الجزئين البروسيسز دول بسميهم بالمر بروسيس. بالمر بروسيس بيبقى عباره عن دورسال بارت وفنترال بارت، وممكن الدورسال بارت والفنترال بارت يلتحموا مع بعض ويعملوا لي قناه تؤدي هذه القناه الى البارايتال ايه جروف او البارايتال سالكس. ده الدورسال سيرفيس. طبعا من الامام هنا في الدورسال سيرفيس بيبقى في عندي بروسيس اللي هو بسميه اكستنسور بروسيس. اكستنسور بروسيس ده هذا البروسيس مهم جدا، بتمسك فيه عضله الكومن ديشن اكستنسور ماسل، وفي بعض الاحيان ممكن يتم ايه كسر هذا الايه الاكستنسور بروسيس ويعمل مشاكل في الفصيله الخيليه. الارتيكولار سيرفيس قلنا عباره عن تو جلينويد كافيتيز بينهم بريدج، وبيتمفصل مع بي 2 مع الديستال سيساموييد او مع النافيكولار بون. السولار سيرفيس او السطح النعلي زي ما حضراتكم شايفين مقسوم بخط كده هلالي الشكل بسميه سيمي لونر لاين الى جزئين، منطقه ناعمه بسميها